العلامات والأعراض اللي بتحتم على الشخص يلجأ إلى الطبيب عندما يصاب بوجع الظهر. رح نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور عمران جان بيك، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري. صباح الخير دكتور. صباح النور لكل المشاهدين. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. نحن بنعرف قديش العمود الفقري يعني جهاز معقد يعني قديش يعني عليه استخدامات واستهلاك. إمتى بنقول إنه خطر الوجع لازم نروح عند دكتور العظام؟ هو آلام العمود الفقري بشكل عام 80% من الناس اللي عمرهم فوق 20 بيتعرضوا له بين مرة وأكثر من مرة. مش دائما آلام العمود الفقري هي آلام جدية. نعم. ممكن تكون مجرد إرهاق، مجرد تعب، مجرد شد عضلي. بيختفي هذا الوجع بالراحة بخلال أيام معدودة، ماكسيموم 4 أيام بيختفي. نعم. وقد لا يحتاج حتى إلى تصوير أشعة عادية. أما إذا طال أكثر من 4 أيام وتغير طبيعة الألم وانتقل من ألم للظهر، امتداد هذا الألم للساقين أو لأحد الساقين، ارتفاع حرارة، تغير في التحكم في البول مثلا لا سمح الله، هاي بتصير علامات جدا خطيرة ولازم مراجعة الطبيب. نعم. يعني دكتور عم نحكي إحنا يعني إذا أصاب الإنسان بهاي النوع من الألام لأكثر من 4 أيام. لأكثر من 4 أيام. وما بيروح مع الراحة. بالعكس يشتد وما بيروح مع الراحة. يجب مراجعة الطبيب. نعم. أما ما دون 4 أيام اختفاء الوجع بمجرد بالراحة حتى ما في داعي لمراجعة الطبيب. نعم. أوكي. دكتور اليوم راح تفرجينا صور على جراحة بالمنظار لعلاج أمراض العمود الفقري. خلينا نحكي شو العلاجات اللي ممكن جراحة المنظار تعالجها بزي ما نقول وقت أقل يعني أعراض جانبية أقل مثلا. جراحة العمود الفقري بشكل عام في السنوات 10 سنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير. نعم. وطرق التشخيص وسائل التشخيص لأمراض العمود الفقري تطورت. وبطل العمليات مثل زمان هي عمليات مخيفة أو قد تؤدي للشلل، لأنه حتى ما داخل غرفة العمليات من جميع الأجهزة المتوفرة في الأردن خاصة وبالعالم أصبحت متطورة جدا، تعطي للجراح الفرصة بإجراء العملية بجرح صغير واللي هو بالمنظار، إزالة الديسك الضاغط على الأعصاب، والمريض ما بيتعرض لجرح كبير، ما بيتعرضش لآلام ما بعد العملية، ممكن يمشي بنفس اليوم وممكن حتى يروع على بيته بنفس اليوم لصغر حجم المداخلة الجراحية. نعم. احنا عندنا مجموعة من الصور دكتور حضرت لنا اياها. نعم. لعمليات هلا احنا كمان شوي رح نستعرضها. لا نحكي عليها. طيب اذا عبين ما نستعرض نتحدث اكثر دكتور عن الديسك اللي هلا رح نشوف يعني العمليات اللي تجرى لمشاكل الديسك. في عندنا هون الصور، هاي صورة العمود الفقري. هاي صور العمود الفقري كاملا من الرقبة. نعم. الى اسفل الظهر. واللي هو مجزأ الى 3 أجزاء. نعم. الرقبي والظهري والقطني. هاي الصورة صورة رنين مغناطيسي. واضح انه الديسك الاخير هو لا معلش نرجع للخلف. نقدر نرجع؟ صعب احنا رح نمشي بصور بنرجع. الصورة اظهرت الديسك. هاي هي ما بعد العملية، جرح صغير جدا هو اصغر من النقد، وهاي المناظير اللي ممكن ادخالها الى العمود الفقري دون اجراء جروح كبيرة. وحتى العمليات التثبيت الظهر ممكن إجراءها من خلال هاي المناظير. نعم. طب دكتور الصورة النصانية هاي إيش بتعني بالعمود الفقري؟ العمود الفقري من الجانب. صورة الجانبية. من الجانب. الجانبية للعمود الفقري. العمود الفقري له عدة انحناءات طبيعية. واللي هي الرقبة منحنية وتعطيها شكل S. نعم. الشكل الطبيعي للعمود الفقري. نعم. طب امتى دكتور الانسان بيحتاج للجوء يعني الى عمليه لما يكون في عنده مشكله بالديسك؟ يعني انت ذكرت نقطه مهمه جدا، اغلب الاشخاص اللي عندهم مشاكل بظهرهم وعندهم ديسك بظهرهم بيقولوا احنا ما بدنا نلجا الى عمليه جراحيه، لانه هناك العديد من التجارب اللي حصلت عند عديد من الاشخاص وقالوا انه الموضوع تضاعف وتعبنا اكثر ما تحسننا. فامتى الانسان يجب ان يلجا الى العمليه وما في مفر الا انه يلجا لعمليه؟ هو سؤالك جدا واقعي وجميل. لأنه مش كل ديسك هو بحاجة لجراحة. قد يعني إنسان عادي لو أخذنا عدد من الناس واللي ما بيشكوا أي شكوى وعملنا لهم صور رنين مغناطيسي راح نلاقي عند نسبة معينة قد تصل إلى 6 منهم في
ما بعد الأربعين عندهم ديسك. أه. إلى أنه هذا الديسك مش ضاغط على أي عصب، مش عامل أي مشكلة، فهو ليس مرض بحاجة إلى جراحة. نعم. الديسك اللي بحاجة إلى جراحة هو لما يكون طالع من مكانه ومسكر على العصب وضاغط على العصب، وقد يؤدي وجود الضغط هذا إلى شلل هذا العصب. في هذا الحال نلجأ إلى الجراحة. نعم. لا نلجأ إلى الجراحة إلا إذا كان هناك ضغط حقيقي على العصب. وإحنا كان دكتور العملية اللي شفناها كان من خلال المنظار، يعني قصيت الجزء اللي بارز من الديسك. نعم، هو الديسك البارز اللي يتم إزالته فقط بالمنظار. نعم. طيب إذا ننتقل دكتور إلى موضوع آخر عن الهشاشة، شو دور الهشاشة أو علاقة الهشاشة بالعمود الفقري، وإيش المشاكل اللي ممكن تؤدي، يعني الأمراض التي ممكن أن تصيب العمود الفقري بسبب الهشاشة؟ الهشاشة تصيب العمود الفقري عند السيدات بنسبة أكبر من الرجال. صحيح. هو له علاقة بالمينوباوز أو ما بعد الطمث لاضطرابات هرمونية، فنسبة الكالسيوم اللي موجودة بالعظم بتكون قليلة. بيؤدي هذا في بدايته إلى وجود ألم بسيطة في الظهر، وإذا ترك بدون علاج وبدون مراجعة الطبيب وبدون أخذ السابلمنتس اللي هي اللي لازم تأخذ من قبل المريضة، المكملات الغذائية، قد يؤدي إلى الكسر، حتى كسر انضغاطي للفقرة أو لأكثر من فقرة، وهذا يؤدي إلى آلام مبرحة حقيقة. وفي الآونة الأخيرة أصبح لهذا النوع من المرض كذلك علاج بحق مادة الإسمنت العظمي في هاي الفقرة بعد نفخها وإعادة حجمها إلى الحجم الطبيعي واستبدال الجزء المكسور بحقنه بالإسمنت العظمي. لم يكن متوفر سابقا هذا النوع من العلاج، هو علاج عمره تقريبا 15 سنة موجود في الأردن في كل مستشفيات الأردن في الحكومية والخدمات الطبية الملكية والجامعات، ويؤتى هذا العلاج عن طريق الجلد. علاج بسيط وناجع ويريح السيدة أو الرجل من الآلام المبرحة. طب دكتور الكسر بصير يعني ضروري نتيجة وقعة ولا ممكن نتيجة حركة مش كتير مناسبة، يعني ولا حسب الهشاشة بحالات هو الهشاشة. عادة مش شرط تكون وقعة، أي جهد ممكن، أي جهد ممكن الست تعمل جهد معين، ممكن تكون بست البيت عم تشتغل في البيت ويصير مع هذا الكسر. وأحيانا الكسر بصير على مراحل، يعني الانضغاط الفقرة مش مرة واحدة، بصير على مراحل ليوصل لمرحلة شوي كثيرة بيكون الأعراض زادت عند الست. نعم. طب دكتور كيف يستطيع الإنسان أن يقي نفسه، يعني عند حدوث هشاشة عند السيدة كيف تستطيع أنها تقي نفسها من حدوث الكسور، لأنه فجأة الإنسان بيشوف حاله صار عنده كسر وبالتالي بيكتشف أنه فيه هشاشة؟ هو الوقاية أولا ما بعد سن الأربعين أو ما بعد المينوباوز في حال المريضة يجب أن تراجع الطبيب. وخاصة إذا كان لديها بعض الألام في الظهر أو في الحوض. وهناك تصوير بسيط واللي هو تصوير لكثافة العظم. تصوير كثافة العظم بيظهر العظم إذا كان في بداية الهشاشة واللي هي بسموها ليونة العظم. هاي المرحلة مرحلة قابلة للعلاج بالعلاج الدوائي للوقاية من استفحال الموضوع ووصوله إلى الهشاشة التي قد تؤدي إلى الكسر في الحوض أو في العمود الفقري أو آلام مبرحة. طب مين أكثر الناس معرضين للإصابة بهشاشة العظام؟ المدخنين، الستات المدخنات والنظام التغذية سيء هم أكثر عرضة للهشاشة، عادة لأنه له علاقة بالنظام الغذائي اللي بتناوله السيدة. أوكي. إذا ما فيه كالسيوم كفاية، حليب كفاية، بروتين كفاية. بالوجبات تكون مش بوجبة واحدة، وجبتين في اليوم متقطعة ومتكاملة. بما فيه الخضار والماء والفواكه. مظبوط. احنا هذا دائما بنتطرق له بان اخصائيات تغذية كل يوم نتحدث عليه، وقد ايه مهم يعني، لانه بالاخر واحد جسمنا وعمودنا الفقري بده يضل معنا لاخر يوم. حتى امراض الديسك حتى امراض الديسك يعني الانزلاقات الغضروفية عند الرجال او عند النساء لها علاقة بالتدخين، لها علاقة بالنمط الغذائي السيء واللي هو كثير من الناس بياكلوا وجبة واحدة في اليوم، ولها علاقة في الآونة الأخيرة بالهابتس تبعتنا أو التصرفات تبعتنا
رياضة ما في، جلوس طويل على الكمبيوتر والتلفزيون، استخدام اللابتوب والسمارت فونز بطريقة غلط، كل هاي بتؤدي إلى حدوث التآكل اللي بنسميه تآكل، واللي هي أمراض العمود الفقري ومن ضمنها الانزلاقات الغضروفية. طب إلى جانب الغذاء، قديش الرياضة في إلها دور كتير كبير بوقاية أنفسنا من الإصابة بأمراض العمود الفقري؟ نعم كثير مهمة. هو العمود الفقري عمود ومهم جدا، يعني سمي بالعمود الفقري، أحيانا نسمي فلان هو العمود الفقري لمؤسسة مثلا، إذن هو أهم شخص، فهو جزء مهم من الجسم ويحمل ثقل، الثقل اللي هو حامله كثير. فإذا ما كان في عضلات على جانب العمود الفقري على درجة من القوة المناسبة لمساعدة العظم والأربطة في حمل هذا الثقل، فقد يصبح هذا التآكل. فالرياضة في دورها هي الرياضة تؤدي إلى قوة العضلات اللي حوالين العمود الفقري، عضلات الصدر، عضلات الرقبة، هذا يوقي العمود الفقري من حمل أحمال زائدة عنه الطبيعي. هلا خلينا نيجي، حكينا على الهشاشة للكبار، بدنا نيجي للأطفال. العمود الفقري وضعه مع الأطفال وشنات المدرسة اللي تقال. نعم نعم، سؤال كتير لطيف، لأنه إحنا بنلاحظ أحيانا الأطفال حاملين على ظهرهم شنتة أو حقيبة مدرسية، أنت وانت مارق بتلاحظ أنه هذا الطفل بيعاني من حملها قد ما هي فيها أشياء كثيرة، ومشواره أحيانا بيكون طويل هذا الطفل. هاي كلها تؤدي إلى أحمال زائدة على العمود الفقري قبل اكتمال نموه. نعم، هو العمود الفقري لا يكتمل نموه قبل البلوغ. فكل هاي الأحمال تؤدي إلى تشوهات أحيانا في العمود الفقري، وخاصة وخاصة إذا الطفل أو الطفلة كان هو بالأساس بشكل ولادي عنده بعض الانحرافات في العمود الفقري. نعم. مع زيادة هذا الوزن وعدم انتباه الأهل لوجود هذا الانحراف راح يزيد المشكل إلى مراحل لن يعني يصح علاجها إلا بالعمليات الجراحية، واللي هي إعادة تشكيل العمود الفقري وإعادة تثبيته بالطريقة. نعم. القوية. نعم. طب دكتور، ذكرت أنه العمود الفقري لا يكتمل نموه بشكل كامل. نعم. قبل مرحلة البلوغ. نعم. قديش عم نحكي مرحلة البلوغ؟ يعني 18 سنة تقريبا. يعني لحد 18 سنة 18 سنة هو العمود الفقري. فلذلك حتى يعني ما بنحب احنا اي تداخل جراحي على العمود الفقري قبل اكتمال نموه إلا عند الضرورة. نعم. طب شو دور الأهل هون؟ كيف لازم يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني إذا شافوا، يعني شو الأعراض اللي ممكن تبين على أطفالهم تكون دلالة إنه في مشكلة بالعمود الفقري؟ عادة تشوهات العمود الفقري الولادية بتكون منذ الولادة، كشفها منذ الولادة بيكون جدا صعب لأنه ما بيعطي أعراض خارجية واضحة جدا للأم. ولكن بعد وصول الطفل إلى سن 3 سنوات والأربع سنوات والمشي تظهر عليه علامات، يعني الأم بتلاحظها في الحمام أو عند تغيير ملابس الطفل أنه في انحناء في العمود الفقري. وأحيانا اللوحة الكتف أحد اللوحتين تكون بارزة عن الأخرى، هاي علامة واضحة أنه في هناك مشكلة، فيجب مراجعة الطبيب لإجراء الصور اللازمة. و بعض هاي الأمراض ممكن علاجها في هذا السن قبل بدون التوصل إلى جراحة، أو على الأقل المحافظة على العمود الفقري بعدم زيادة في الانحناء. طب زي كيف ممكن علاجه بدون جراحة؟ بدون جراحة هما في كورست معين، واللي هو لباس جاكيت لتثبيت العمود الفقري بلبسه للطفل حتى ما يزيد الانحناء عنده. ومثل ما حكينا عن الأثقال اللي بتكون تحمل للأطفال، ممنوع هذا الطفل يحمل هيك أثقال لحتى للأسف نازل. يعني إحنا بالمدارس بشكل عام دائما الأطفال حاملين الكتب الثقيلة وحاطينها على ظهرهم. يجب توعية المدارس والقائمين على التعليم أنه الأطفال يفضل أنه حمل الشنات اللي تجر جر. أيوة بعجلات صغيرة. إذا كانت الأحمال ثقيلة، وكلنا نلاحظ أن الأحمال ثقيلة على الأطفال، شيء عجيب يعني كثير مشاكل. دكتور، أنا مرة قرأت أنه لازم الطفل لما يحمل مثلا وزن ما يكون أكثر من 10% من وزنه. نعم. أدي دقيقة هاي المعلومة.
دقيقة جدا. دقيقة. نعم نعم, نعم. يعني إذا طفل وزنه 30 كيلو ما لازم يحمل 3 كيلو ما لازم يحمل شيء كتير. كتير حلو. طيب دكتور إيش بتحب تقدم هيك نصيحة أخيرة بما يختص بالعمود الفقري سواء للأطفال أو للكبار؟ إحنا بنحب من المواطنين الاهتمام بالعمود الفقري لأنه الصحيح صحة العمود الفقري هي جدا مهمة ومؤثرة على صحة الإنسان. أولا الامتناع عن التدخين، ثانيا تنويع الغذائي الجيد، ممارسة الرياضة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة باللابتوب بشكل صحيح، وضعية صحيحة على الديسك، وما يقعد ساعات طويلة جدا وراء الأجهزة. بيأدي إلى مشاكل. صحيح. لأنه إحنا لما شفنا العمود الفقري وإنحناءاته الطبيعية يمكن كل ما إحنا نقعد على الكمبيوتر أو التليفونات إحنا عم نعكس الإنحناء الطبيعي للعمود الفقري. الرأس بشكل طبيعي إذا كان الشخص قاعد هيك مثلا فيرتيكال مثل ما أنت قاعدة بيكون وزن الرأس على الجسم 12 ليبرة. أوكي. إذا حنا يعني لدرجة 30 بصير 32 ليبرة، لما يحني لدرجة 45 درجة عم بصير 45 ليبرة وزن الرأس على على الرابط. فمن هون بتتخيلي قديش الوزن، هذا الوزن إذا ترك مضغوط العمود الفقري لفترة طويلة أكيد راح تتغير الغضاريف وراح تتغير الأربطة عند هذا الشخص. يعني الرأس دائما بيكون أيضا في له علاقة بالعمود الفقري، الضغط على الرأس وله وزن، والوزن هذا حامل الرقبة. هو بالشكل الطبيعي إذا كان فيرتيكال بشكل عمودي هو وزنه 12 ليبرة فقط. إذا الحنا عم بزيد الوزن على العمود الفقري كل ما الحنا أكثر. طب دكتور إحنا لما عم نحني الرأس شو عم بصير بالرقبة؟ يعني هلا بعظام الرقبة، بديسكات الرقبة، شو عم نسوي فيها لما يضل الرأس محني بعكس؟ هي زي نظام الرافعة بالفيزياء، يعني إذا تشوف الرافعات هي زي نظام الرافعة بيوميكانكس. العمود الفقري هو أبدا كل ما بعدت لقدام كل ما زاد الوزن على العمود الفقري. أوكي. وأدى إلى إجهاده إلى مشاكل. يعني هاي نقطة كل ما كان بشكل عمودي كل ما كان الوزن موزع بشكل أبسط. صح. لأنه بتوزع على كل الفقرات مش على جزء منه. يعني لو اضطرينا نمسك التلفونات بهذا الشكل لازم أو نرفع. نعم لازم الواحد أكيد. يكون يمسكه بشكل جيد. صح. صحيح. نعم. صحيح. نعم. ختاما دكتورنا نتشكرك، شكرا لك على كل المعلومات القيمة، وإن شاء الله النصائح اللي قدمتها تكون وصلت لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا سواء للكبار أو للأطفال. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا. نتمنى لكل المشاهدين قناة رؤيا الصحة دائما. شكرا إن شاء الله. لك. تسلم.